بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد مليئة بالكواليس والأخبار ومتابعة حية لأخبار فريق النادي الأهلي اللي بيستعد بالتأكيد بعد أقل من 3 ساعات لمباراة هامة جدا في صدارة الدوري أمام فريق بيراميدز. هذه المباراة تتلعب الساعة 8 على استاد الأهلي والسلام، وهي النهاردة ختام المباريات المحلية للأهلي قبل السفر فجر الغد إن شاء الله إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق سان داونز بإذن الله يوم السبت القادم في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال إفريقيا. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل وأخبار عديدة وكثيرة، وفي نفس الوقت هنلقي الضوء على أخبار معسكر الأهلي والجديد وآخر الاستعدادات بالنسبة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني. حلقة النهاردة هي بعنوان مباراة اليوم، الواقع في مواجهة الطموح. الفريق الواقعي، الفريق اللي دايما بيتصدر الدوري صاحب الأكبر عدد من الألقاب، أمام فريق بيسعى أن هو يعمل اسم جديد أو بطولة جديدة أو طموح أنه يحاول يكون موجود وسط الأندية الكبيرة خلال الفترة القادمة سواء محليا أو قاريا بالنسبة لفريق بيراميدز. حلقة النهاردة زي ما قلت فيها كواليس وتفاصيل كتيرة، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، ومين ممكن يسجل الأهداف. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم، لكن بسرعة نروح للعناوين. في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يواجه بيراميدز في الدوري، وكمان الفريق يسافر إلى جنوب إفريقيا عقب اللقاء، وأخيرا كيروش يراقب 9 لاعبين خلال المباراة. النهاردة بالتأكيد هيكون في حضور للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، فهيكون في متابعة لأبرز 9 عناصر في كلا الفريقين اللي بالتأكيد هينضموا خلال الفترة الجاية لمعسكر منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة السنغال في الدور الفاصل والحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. طيب، أبرز مباريات اليوم النهاردة، في مباريات مهمة في الدوري المصري وأيضا في دوري أبطال أوروبا. في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم يمكن منذ يعني قليل انتهت مباراة إمبي وإسترن كومباني. إسترن كومباني كسب 2-1. سيراميكا كليوباترا أمام سموحة، المباراة هتكون الساعة 5:30. وختام مباريات اليوم وقمة مباريات اليوم، الأهلي يستضيف بيراميدز الساعة 8 على ملعب الأهلي والسلام. طيب، مباريات دوري أبطال أوروبا النهاردة، لقاءات الإياب في الدور 16. طيب، ليفربول هيستضيف إنتر ميلان الساعة 10 مساء، وأيضا في نفس التوقيت بايرن ميونخ بيستضيف ريد بول سالزبورغ. بالتأكيد مباريات مهمة جدا، نبدأ بمباراة الأهلي وبيراميدز، ويكون الختام النهاردة بالسهرة للقاء ليفربول أمام إنتر ميلان. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. النهاردة الترند بالنسبة لنا في السوشيال ميديا مباراة الأهلي وبيراميدز، هي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في مباريات الدوري العام، وهي مباراة لا تقبل القسمة على 2. أنت بتسعى للصدارة وبتسعى أن أنت تكون في صدارة الدوري مبكرا، والنتائج الحمد لله يمكن كلها في صالح الأهلي خلال الفترة الأخيرة. يمكن لعبنا في الدوري حوالي بنتكلم مثلا في 9 مباريات، بنتكلم 8 مباريات فوز، تعادل وحيد أمام فيوتشر، أعلى حاصلة أهداف النادي الأهلي 27 هدف ومعدل 3 أهداف في كل مباراة. فبالتالي البداية والمقدمات في الدوري هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم الماضي. بالإضافة لده، مباراة بيراميدز الأخيرة ما بين الأهلي وبيراميدز اللي اتلعبت على استاد الأهلي والسلام، الأهلي كان ليه الأسبقية في كل شيء لولا الخطأ اللي حصل في الثواني الأخيرة، واللي من خلاله بيراميدز تعادل مع النادي الأهلي. الأهلي كان راكب الجيم من أوله لآخره، وإن شاء الله النهاردة نفس الأمور بإذن الله، الأهلي يكون قادر على حسم المباراة مبكرا، وما فيش أي شك إن النادي الأهلي النهاردة يقدر يعمل مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وإن شاء الله مهم جدا الصدارة خلال الفترة اللي جاية. طيب، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، يمكن بيتسو موسيماني استعان ب 22 لاعب لهذه المباراة، والمباراة بتشهد عودة عناصر مهمة في الفترة الحالية بعد غياب في الفترة الأخيرة. لو هنستعرض القائمة مع بعض، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد محمود،
طاهر، محمد طاهر، احمد عبد القادر، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، وبيرسي تاو، واثنين في رأسي الحربة محمد شريف وحسام حسن. أبرز ما وجد في هذه القائمة عودة ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بعد الإصابة اللي أبعدتهم خلال المباريات الأخيرة لفريق النادي الأهلي. وبنتكلم النهاردة كل العناصر إن شاء الله تكون جاهزة وفي أتم الجاهزية، ونشوف بقى طريقة اللعب والتشكيل اللي ممكن يلعب بيه بيتسو موسيماني، وكل الثقة في التشكيلة والطريقة اللعب اللي ممكن يؤدي بيها بيتسو موسيماني. هو أكتر واحد أدرى بالمباريات الحالية، يبدأ بمين ويلعب بمين خلال هذه المباراة. عندنا تفاصيل أكتر عن هذه المباراة، قائمة الحكام، لكن في هذه اللحظات مهم جدا أروح إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي والقريب من ملعب الأهلي والسلام مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي، عشان نعرف منه كل الترتيبات والأخبار وكواليس معسكر الأهلي اللي بدأ منذ مساء الأمس استعدادا لمباراة اليوم اللي هتنطلق الساعة 8 بإذن الله. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. حطينا في الصورة معاك ولنا بقى آخر أخبار الفريق في المعسكر، الأجواء، وكمان نطمن كده عن الجديد بالنسبة لك أنت شفت النهاردة من خلال رؤيتك بقى لاستعداد الجهاز الفني، الأحاديث الجانبية ما بين اللعيبة، المحاضرة ممكن تكون إمتى، التحرك إلى ملعب المباراة. بالتاكيد طبعا بنتمنى في البدايه طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وهي مباراه بيراميدز، مباراه مؤجله طبعا من الجوله الثامنه، مباراه صعبه جدا يا محمد طبعا زي ما انت عارف، نظرا طبعا لترتيب نادي بيراميدز وايضا كمال النادي الاهلي وسعيه الكبير والمعتاد لتصدر قائمه الدوري، ومنها ايضا كمان حصول على بطوله الدوري العام. مباراه صعبه ومرحله مهمه جدا الحقيقه الفريق النادي الاهلي في ظل التلاحم الكبير والضغط الكبير جدا للجهاز الفني واللاعبين، يعني في كل مره بنقول بنلتمس العذر للاعبين النادي الاهلي والجهاز الفني، لان انت بتحضر في وقت قليل جدا، بتخلق دوافع ورغبه، الرغبه متجدده وموجوده، لكن الامر بيكون صعب جدا، ذهن اللعيب بيكون في جزء من المباراه التاليه مباشره. على سبيل المثال النهارده طبعا وهي مباراه بيراميدز، التركيز الكلي طبعا لهذه المباراه، لكن انت عارف يا محمد طبعا بتاخد جزء شويه لان الوقت قريب، النادي الاهلي هينهي هذه المباراه مباشره ثم يتوجه الى جنوب افريقيا للقاء ماميلودي سان داونز، مباراه ايضا صعبه بدوافع مختلفه بايجابيات كثيره جدا في بطوله افريقيه وهي البطوله المحبه لفريق النادي الاهلي، فالضغط كبير جدا، لكن كالعاده طبعا ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين، عندنا الامل موجود والاصرار اللي بنشوفه، الجديه من خلال التدريبات اللي بتدينا مؤشر كبير الحقيقه في كل المباريات. لعيبه النادي الاهلي هتطلع ما في عندها في كره القدم زي ما احنا بنقول، والجمهور النادي الاهلي الحقيقه ودوره الكبير الحقيقه والمعهود اللي احنا بنشوفه في كل طبعا المباريات، في بطوله الدوري العام، في البطوله الافريقيه، سر من اسرار النجاح الحقيقه واللي بيعوض بشكل كبير جدا الجانب النفسي والجانب التحضيري والذهني لفريق النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله النهارده الظروف والمناخ وكل الامور تكون في مصلحه فريق النادي الاهلي في 90 دقيقه تكون صعبه جدا. ثقتنا في بيتسو موسيماني، اختيار التشكيل، طريقه اللعب، موزع المباراه بشكل عامل ازاي، حاله اللعيبه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون في صالحنا محمد. اقدر اقول لك في لحظات بسيطه جدا انتهت المحاضره الفنيه طبعا هنا في فندق الاقامه، يمكن المحاضره كانت 4:30 30 دقيقه استغرقت طبعا المحاضره، لكن اللقطه المهمه جدا اللي بنأكد عليها في كل مره ان عقب انتهاء المحاضره مباشره وخروج بيتسو موسيماني، لعيبه النادي الاهلي بتجتمع لوحدها، لعيبه الكبار بتاكد على المرحله، بتتكلم على المباراه، كل الامور دي الحقيقه بتدينا مردود كبير وبتدينا امل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه المباراه واهميه المرحله اللي احنا متواجدين فيها، القيمه الكبيره للشناوي، ايمن اشرف، ياسر، السليه، كل اللعيبه الحقيقه المتواجده، اللعيبه الكبار لفريق النادي الاهلي دورهم مهم جدا وايجابي الحقيقه في هذه المرحله، لكن ان شاء الله باذن الله التحضيرات تكون ايجابيه لفريق النادي الاهلي، بيتسو موسيماني يكون قاري بشكل كبير جدا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني المميز الحقيقه اللي عامل اداء مميز جدا مع فريق بيراميدز من خارج الخطوط، هي مباراه لبيتسو موسيماني وايهاب جلال، ومن داخل الخطوط ان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. تحركنا محمد هيكون 6 مساء طبعا الى استاد الاهلي والسلام، يعني 25 دقيقه و20 دقيقه من فندق الاقامه الى استاد السلام، على ان يتواجد النادي الاهلي قبل المباراه كالعاده بساعه ونصف. الامور طيبه جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي على مدى الاستعداد الخاص بهذه المباراه، لكن النقطه كمان اللي عايز اشير ليها محمد طبعا واحنا متواجدين في فندق الاقامه، شفنا طبعا الحقيقه عمار حمدي واحد من لاعبي النادي الاهلي اللي بنتمنى له ان شاء الله يعود سريعا لفريق النادي الاهلي ويشارك مع فريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. الحقيقه يمكن عمار ماشي بشكل طيب جدا في البرنامج التأهيلي الموضوع ليه النهارده، يمكن في ميعاد مع طبيب النادي الاهلي او قدامنا على الشاشه، هي الصوره يا كريم قدامنا على الشاشه بالظبط الحقيقه، يعني حريص جدا ان هو ينفذ كل البرنامج العلاجي اللي متواجد فيه عمار حمدي، يمكن تواجد النهارده طبعا في فندق الاقامه، منها طبعا كان مؤازره طبعا للعيبه وتواجد معاهم، ومنها طبعا لاستكمال البرنامج الخاص ليه. يمكن عايز اقول لك معلومه طبعا محمد من خلالك ومن خلال برنامج الترند، يمكن كان في بعض الاخبار ان عمار هيقوم ببعض التاهيل الايام القادمه هنا في مصر، لكن يمكن تصريح طبعا خاص بالنسبه لك محمد، عمار هيتوجه الى قطر لاستكمال
البرنامج التأهيلي الموضوع ليه يعني عمار ممكن يطول شوية في قطر، لأن الأمور هناك بالنسبة له هتكون يعني بشكل مطمئن جدا. ليه كل الاجهزه هناك معايا، الدكتور طبعا احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي المتابع معاه بشكل كبير جدا، فبنتمنى ان شاء الله السلامه لعمار حمدي. بدر بنون ايضا كمان بنتمنى له السلامه يعود من جديد. كوكا، كل اللعيبه الحقيقه اللي يمكن اثرت عليها بشكل كبير جدا الاصابه، ان شاء الله باذن الله يشاركوا مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن الاهلي بمنحدر، هو ده الشعار وهي دي المرحله، فيا رب ان شاء الله النهارده كل الظروف تكون معانا محمد باذن الله. طيب كريم، في سؤال مهم متعلق بالتشكيل والأهلي هيبدأ النهاردة بمين؟ النهاردة الأمور مختلفة شوية عن المباريات السابقة، يمكن التوقعات للتشكيل مش ظاهرة قوي بالنسبة لكل الناس، خاصة امبارح بيتسو موسيماني عمل لقطة ما اتعملتش منذ فترة طويلة، إن هو امبارح التراي ماتش أو التدريب ليلة المباراة ما عملش تقسيمة بطول الملعب، وما كانش محدد العناصر الأساسية والعناصر البديلة، كان في ميكس ما بين كل العناصر امبارح في التقسيمة. أعتقد النهاردة بيتسو هيبقى عنده مفاجآت في مباراة بيراميدز النهاردة يا كريم. يعني بنسبة كبيرة جدا يا محمد انا اتفق مع كلامك جدا، لان الامور اللي احنا فيها او المرحلة اللي احنا فيها محتاج روتيشن، محتاج تلعب لعيبة في مباراة الدوري، مباراة البطولة الافريقية لها حسابات ولها شكل تاني ولها لاعبين بشكل جديد بتشكيل جديد بتكتيك جديد. يمكن الراجل بالتاكيد طبعا المعلومة اللي انت بتقولها، يمكن الراجل امس الطبيعي بيأكد على التكتيك، التشكيل بيكون ظاهر من خلال القمصان ومن خلال الشكل العام اللي احنا متواجدين فيه، لكن هي رؤية الحقيقة لبيتسو موسيماني، لان المرحلة خلاص انت محمد زي ما بقول لك انت هتسافر مباشرة عقب المباراة. عايز كمان اقول لك على النقطة، يمكن الراجل حاولش ان هو يظهر بشكل عام، لان انت عندك طاهر ممكن يكون متواجد في المباراه، لكن طاهر النهارده كان مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله في فندق الاقامه بيجري اشعه على الانكل. طاهر يمكن متواجد بكل قوه وعنده تضحيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي ويكون متواجد معاه، لكن طبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي بيحاول يطمن على كل اللعيبه، وده بيوصل لبيتسو موسيماني. احمد عبد القادر كان بيشتكي من بعض الامور الفتره الماضيه، حسين الشحات، كل لعيبه انت عارف يا محمد في متغيرات كثيره جدا أكيد. من الامس الى اليوم، حتى توجه لعيب النادي الاهلي الى المباراه ممكن في الفتره دي يحصل اي حاجه، فيمكن الراجل اكيد يعني احنا ثقتنا كبيره جدا في بيتسو موسيماني، اختياره ان هو يكون مين هيلعب مكان مين هيلعب مكدور مش دور، وكل الامور دي شفناها لعيبه بتجيد فيها بشكل كبير جدا، فيمكن ثقتنا كبيره جدا في بيتسو موسيماني، وثقتنا الاكبر في لعيب النادي الاهلي مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات، ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى هذه المباراه. وفي انتظار يا محمد بقى التشكيل يعني عقب وصولنا ان شاء الله للاستاد الاهلي والسلام، ان شاء الله يكون التشكيل لفريق النادي الاهلي موفق فيه بيتسو موسيماني وكل لعبتنا ايضا كمان موفقه، في 90 دقيقه تكون صعبه جدا على الفريقين أكيد. لكن ان شاء الله الاغلبيه تكون لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه الاهلي قبل التحرك الى ملعب المباراه ومواجهه بيراميدز في الجوله الثامنه من مباريات الدوري العام. كان مهم جدا اتكلم في الجزئيه الاخيره دي عشان عارف في ناس بتقعد متابعانا وعايزه تعرف التشكيل، لكن النهارده كل شيء وارد، ممكن يكون في مفاجآت، ممكن يكون في امور تانية. في النهايه عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني، ومفيش اي مفاتيح لعب واضحه لاي حد خلال هذه الفتره قبل مواجهه بيراميدز، وكل واحد بيتوقع حسب وجهه نظره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، عندنا كلام مهم جدا برده عن هذه المباراه، ونقطه مهمه برده عايزين نتكلم على عدد مباريات الاهلي في اقل من شهر، لعب كام مباراه، ومين الفرق الثانيه اللي لعبت، هل نفس عدد المباريات ولا اقل من كده. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن مباراه الاهلي وبيراميدز بالتاكيد شغله كل جمهور الاهلي خلال هذه الفتره، وهي قمه مباريات الجوله الثامنه، خاصه ان الفرقتين هم متصدرين الدوري منذ فتره وحتى الاسبوع العاشر، وهي مباراه مؤجله من الجوله الثامنه. طيب انا كنت بتكلم قبل ما اطلع لفاصل على عدد مباريات الاهلي خلال هذه الفتره، من اول ما بدا المشوار في 5 فبراير لغايه النهارده واحنا بنتكلم في 8 مارس، يعني بنتكلم في حوالي شهر ويومين او شهر وثلاث ايام. كل الفرق اقصى عدد المباريات اللي لعبتها في الفتره دي من 5 لـ6 ماتشات، يوم ما في فرقه لعبت ماتشات اكتر 6 ماتشات. ممكن نتكلم في بيراميدز، ممكن نتكلم في الزمالك عشان لعبوا مباريات افريقيه. طيب الاهلي لعب كام ماتش؟ الاهلي لعب 9 ماتشات من 5/2 ل8 مارس، 3 ماتشات كاس عالم انديه، وده مستوى وليفل بعيد تماما عن المستوى اللي بنتكلم عليه دلوقتي في الدوري المحلي، وبنتكلم مع 3 مدارس مختلفه، مونتريال المكسيكي، بالميراس البرازيلي، الهلال السعودي. 3 مباريات دوري ابطال افريقيا، سان داونز والمريخ والهلال، منهم مباراه كانت خارج مصر كانت بتتلعب في ملعب الهلال في السودان، و3 مباريات في الدوري العام. بنتكلم على المقصه وفاركو، والنهارده مباراه بيراميدز، وبالتاكيد هي مباراه قويه وكانت فيها منافسه قويه جدا، وهنا مباراه كانت خارج القاهره اتلعبت في استاد الاسكندريه امام فاركو. هات لي فريق في مصر لعب الكم ده من المباريات، مش هتلاقي، ومع ذلك بتلاقي حجم الانتقاد للجهاز الفني وللاعيبه كبير جدا، رغم ان الاهلي محليا عامل نتائج محدش في الدوري المصري قادر يعملها،
مكسب بالأربعة وبالخمسة على فرق عديدة وكثيرة ومنافسة بشكل كبير جدا للنادي الأهلي في الدوري. ممكن بطولة إفريقيا النتائج مش ولا بد في الفترة الأولى خلال الدور الأول من دور المجموعات، لكن إن شاء الله الانطلاقة مع سان داونز أنا على المستوى الشخصي متوقع الأهلي إن شاء الله يعمل مباريات كبيرة، وهيبقى فيه يعني كامباك مهم جدا للأهلي خلال الثلاث مباريات القادمة سواء مع سان داونز أو المريخ أو حتى الهلال. فبالتالي وإحنا بنتكلم وقدامنا المعطيات لازم نبص على عدد المباريات اللي اتلعبوا في المدة الزمنية القصيرة دي، ولسه بنفس الحجم ده خلال الفترة الجاية وهتبقى أصعب كمان من الفترة السابقة. طيب الجزئية الثانية وهي متعلقة بطاقم تحكيم مباراة النهاردة. النهاردة هيدير المباراة الحكم الدولي الكابتن محمود البنا، حكم ساحة في مباراة الأهلي وبيراميدز، هو حكم مشهود له بالكفاءة بالتأكيد وكلنا عندنا ثقة فيه. ممكن تكون في بعض الأخطاء لكن أخطاء يعني فنية واردة بشكل كبير، لكن عندنا ثقة حتى في يعني الأداء الفني والأداء التحكيمي للكابتن محمود البنا. نتمنى له التوفيق النهاردة في مباراة الأهلي وبيراميدز. مساعد أول كابتن أحمد حسام طه، مساعد ثاني أحمد توفيق طلب، حكم رابع عبد العزيز السيد، وحكم تقنية الفيديو المساعد الفار الحكم أحمد الغندور، وحكم مساعد الفيديو إيفار يوسف البساطي. طيب طاقم تحكيم يعني دولي، محمود البنا دولي والمساعدين دوليين وحكم الفيديو دولي، ولكن أحمد الغندور كان بيدير امبارح مباراة للإسماعيلي أمام فاركو في استاد الإسماعيلية. الإعداد الذهني والإعداد النفسي والإعداد الفني إن يلعب مباراة امبارح ثلاث أو الاثنين والنهاردة يكون الثلاث في القاهرة عشان عنده مباراة ويكون حكم تقنية فيديو، إزاي؟ دي نقطة. النقطة الثانية هو من قلة عدد حكام التقنية الفيديو إن قرر الكابتن أحمد الغندور لبيراميدز مباراتين في أقل من ثلاث مباريات، إزاي برضه؟ يعني في أقل من أسبوعين بيتقرر أحمد الغندور لبيراميدز مرتين في آخر ثلاث مباريات، دي نقطة. النقطة الثالثة في أكثر من حكم دولي في تقنية الفيديو مع رخصة الفار حتى من الاتحاد الإفريقي كنت ممكن تستعين بيه في هذه المباراة، خاصة إنك النهاردة لما عينت في المباراة الثانية ما عينتش مباريات يعني أو ما عينتش حكام دوليين على أعلى مستوى في المباراة الثانية حتى في تقنية الفيديو. لأ، هو ليه دايما في تكرار لاسمين احمد الغندور ومحمد معروف، وحتى في حكام تانية بتتبدل في الماتشات مع بعض ابراهيم نور الدين ومحمد الصباحي. بلاحظ ان دايما حتى الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل بتتكرر، فبالتالي هي في محاضرات بتتعمل للحكام، في محاضرات عمليه بتتعمل للحكام، في محاضرات نظريه بتتعمل للحكام عشان اصلاح الاخطاء، في طبيب نفسي بيقعد مع الحكام بعد كل اسبوع عشان يتكلم في الاعداد النفسي للمباريات. هل الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ احنا مش بنتكلم عن دوري هواه، احنا بنتكلم عن الدوري المصري اللي بتديره رابطه الانديه المحترفه، وهي رابطه بتعمل شغل على اعلى مستوى، لكن الجزء اللي باقي دور التحكيمي في الفتره الاخيره. فكره تعيين احمد الغندور مش بتكلم على المستوى الفني، كل التقدير ليه على المستوى الفني، لكن بتكلم فكره تكراره هنا بيخلي الواحد يسال تساؤلات، ليه الحكم بيتكرر كذا مره؟ هو انت ما عندكش غير الغندور ومعروف مثلا في الفار؟ ما انت عندك محمود عاشور، عندك حكام كتير قوي في الفار على فكره، انت العدد اللي تم اعتماده في الفار سواء دوليين او غير دوليين كتير، بنتكلم عن 60 70 حكم، ليه تجيب حكم امبارح من الاسماعيليه تديره النهارده وتحطه في الفار؟ سؤال انا بساله للكابتن عصام عبد الفتاح اللي كل اجاباته دايما بالنفي 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 بالنفي، ونفي النفي اثبات، والايام بتثبت ده خلال الفتره اللي جايه. نتمنى لهم التوفيق، والمباراه النهارده يكون فيها اقل عدد من الاخطاء التحكيميه، مفيش مباراه في الدنيا ما فيهاش اخطاء، بس الاخطاء لما تكون مؤثره وبتتكرر هنا بنطرح مليون علامة استفهام على هذه الأخطاء من قبل بعض الحكام في الفترات الأخيرة. أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى ترند الأهلي والمحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا وأبرز العناوين المهمة النهاردة الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. نروح بسرعة نشوف ترند الأهلي النهاردة معنا ايه وصفحات السوشيال ميديا، ونبدأ بالحساب الرسمي ليلا كورة. حسابها على تويتر نشره تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز في الدوري، ده التشكيل المتوقع مش التشكيل الرسمي. محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول ومحمد هاني، ربيعة ومحمد عبد المنعم، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف. ممكن يكون في تغيير في عنصر في اتنين، ده يتضح في مباراة النهاردة، ممكن يبدأ بياسر ومحمد عبد المنعم عشان تغطية خلف علي معلول، ممكن يكون في بدايه لايمن اشرف، كل شيء وارد. كمان في خط الهجوم بيرسيتاو قد يكون له دور في التشكيله الاساسيه، كل شيء وارد. عشان كده بقول لكم النهارده التشكيله الاساسيه مهما الناس توقعت هتبقى التوقعات ضعيفه جدا، لان النهارده بيتسو موسيماني بيحضر مفاجات في هذه المباراه في ظل ان امبارح التدريب
كان تراي ماتش مختلف تماما عن الفترات السابقه، والتقسيمه ما كانش باين منها اي ملامح خاصه بالتشكيله الاساسيه اللي هتلعب مباراه بيراميدز النهارده. طيب نروح كمان لحساب كوره بلس. كوره بلس بقى كتب حاجه عكس حساب يلا كوره. النهارده شايفين ان قفشه هيكون خارج التشكيل الاساسي، وياسر ابراهيم اساسيا بعد العوده من الاصابه. كنت لسه بقول لكم النهارده التشكيل هيبقى فيه توقعات عديده وكثيره نتيجه للي حصل امبارح في المران. طيب التشكيل بيتكلم في اطار مين؟ محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول على الاطراف، نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، وفي الهجوم احمد عبد القادر، بيرسي تاو، ومحمد شريف. بالمناسبه المباراه النهارده فيها مواجهه جنوب افريقيه، مش بتكلم على الخط، بيتسو موسيماني امام لاكاي مهاجم بيراميدز اللي منضم حديثا في يناير، لكن على المستوى الدولي بيرسي تاو ولاكاي اثنين موجودين مهاجمين موجودين في منتخب جنوب افريقيا في المعسكر القادم، عندهم مباريات رسميه هيلعبوها في باريس امام منتخب غينيا ومنتخب فرنسا، فبالتالي النهارده هتكون مواجهه خاصه ما بين بيرسي تاو امام لاكاي، واكيد بيتسو موسيماني عارف امكانيات هذا المهاجم الجنوب افريقي اللي بالتاكيد عامل فارق كبير جدا مع بيراميدز تحديدا في المباريات الافريقيه. طيب نروح لحساب جول مصر وعامل مقارنه ما بين بيتسو موسيماني وايهاب جلال. حساب جول مصر على تويتر بيتكلموا على ان الاثنين واجهوا بعض قبل كده. الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فاز في مباراه وتعادلوا في مباراه، اذا ايهاب جلال لم يسبق له من قبل الفوز على بيتسو موسيماني، وانا النهارده كده عندي ثقه ان بيتسو موسيماني هيتعامل في هذه المباراه بذكاء شديد جدا، لان الكابتن ايهاب جلال من المدربين دايما اللي بيحب يفرض شخصيته في كل المباريات، الاثبات ان هو نازل يكسب من البدايه، فتح المساحات، بدايه الهجمه من الخلف، التحضير للهجمه، كل الحاجات دي اكيد بيتسو موسيماني من خلال السكاوتنج عارف طريقه لعب ايهاب جلال، فهيكون في تحضير جيد جدا لهذه المباراه، واتمنى ان شاء الله النهارده نشوف مباراه كبيره بين كلا الفريقين. نروح لحساب سبورت 360 ومصريه وبيتكلموا على القيمه السوقيه لكلا الفريقين. يمكن دايما الحسابات الرسميه او حسابات الرياضيه في تويتر بتحب تتكلم على لغه الارقام. النهارده سبورت 360 مصريه بيتكلم على القيمه السوقيه للاهلي 31 مليون يورو و900 الف مقابل 18 مليون يورو و900 الف لفريق بيراميدز. احنا بنتكلم مثلا في حوالي زياده 12 او 13 مليون يورو للنادي الاهلي على فريق بيراميدز، لكن بالطبع المباراه النهارده ايا كانت القيمه التسويقيه النهارده هنشوف ما يقرب من 7 ل 9 لعيبه موجودين في منتخبنا الوطني، النهارده موجودين في ملعب الاهلي والسلام، وهيكون في رؤيه ومتابعه بشكل كبير جدا من كارلوس ساكيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وزي ما انتم شايفين الصوره طبعا ابرز اللعيبه في كلا الفريقين. طيب الوطن سبورت ويمكن القى الضوء على فريق بيراميدز، بس العنوان مثير شويه، يعني بيتكلموا على ان خماسي بيراميدز يثير الرعب في الاهلي وموسيماني يضع خطه حمايه الشناوي. طيب مين هم الخماسي اللي بيثير الرعب على عهده الوطن سبورت؟ طيب بيتكلموا على عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، وليد الكارتي، وفجري لاكاي المهاجم الجنوب افريقي. طبعا عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، يمكن دول سبق اليوم مواجهه الاهلي قبل كده في مباريات الدوري، لكن العناصر الجديده النهارده اللي موجوده مع بيراميدز المغربي وليد الكارتي والمهاجم الجنوب افريقي لاكاي. في نقطه عايز اشير ليها ومهم النهارده قبل المباراه تركزوا فيها، لان انا متابع بشكل كبير جدا لفريق الوداد وعارف اداء وليد الكارتي، واللي كان بيعمله في الدوري المغربي انا شفته في الدوري العام واتحسبت له ضربه جزاء. وليد الكارتي من اللعيبه هي ذكيه، بتعرف تاخد ضربه جزاء جوه منطقه الجزاء، بتعرف تقع عشان تاخد ضربه جزاء وتقنع الحكم حتى بالسقوط داخل ارضيه الملعب وسقوط داخل مناطق الجزاء. اللعبه اللي حصلت في المباراه السابقه امام المقاولين العرب اتكررت كتير قوي في الدوري المغربي على فكره، فدي رسالتي للتحكيم النهارده، ركزوا كويس قوي في تحركات بعض اللعيبه داخل مناطق الجزاء، ومش اي لمسه او مش اي احتكاك بيتحسب ضربه جزاء، لان في بعض اللعيبه ابرزهم وليد الكارتي بيتميز بالذكاء داخل مناطق الجزاء وبيعرف ياخد ضربه جزاء من بعض الحكام، ده حصل في الدوري المغربي وبيتكرر في الدوري المصري خلال الفتره الاخيره. طيب نروح لاخر حاجه في اليوم السابع، بعثه الاهلي تتوجه لجنوب افريقيا بعد مباراه بيراميدز لمواجهه فريق سان داونز. كلنا عارفين ان مباراه الاهلي وسان داونز خلاص تحدد رسميا ان المباراه هتكون يوم السبت المقبل الساعه 3 العصر على ملعب سكر سيتي، ده ملعب البنك الوطني في جوهانسبرغ، الملعب ده اللي استضاف افتتاح ونهائي كاس العالم 2010، ملعب مميز جدا بيسع لحوالي 97 ألف متفرج، ولكن
الحضور الجماهيري أقل من ذلك بكثير. العدد هيبقى كام؟ ده هيتحدد بكرة بشكل رسمي. لكن الأهلي بعد مباراة بيراميدز هيتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي في طائرة خاصة تم يعني الاتفاق على أن هي هتكون مع بعثة فريق النادي الأهلي في الذهاب وفي العودة. والفريق إن شاء الله هيصل غدا حوالي الساعة 8 صباحا، ويبدأ بقى الاستعداد عنده الأربع والخميس والجمعة قبل مواجهة صن داونز يوم السبت الساعة 3 العصر. وإن شاء الله يا رب بإذن الله يكون 3 أيام فيهم استعداد مهم جدا لبيتسو موسيماني اللي عنده خبرات كبيرة جدا. يعسكر فين؟ يقعد فين في جوهانسبرج؟ يتمرن فين؟ وإن شاء الله تكون كل الأجواء مناسبة. وأنا عندي يقين وإحساس والله إن الأهلي هيرجع بنقاط إيجابية من جنوب إفريقيا إن شاء الله، ويكون انتصار مهم جدا عشان يعدل بقى كفة المجموعة ويكون النادي الأهلي في الصدارة قبل آخر مباراتين أمام المريخ والهلال. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند. هنتكلم على الترند المحلي، الترند العالمي، ونشوف المشاركات. كل ده في الفقره الاخيره من حلقه النهارده. لكن بسرعه نروح للترند المحلي ونشوف اخبار منتخبنا الوطني اللي خلاص بيستعد للمراحل الاخيره والجوله الاخيره، الدور الفاصل للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم قطر 2022. نبدا بخبر في الجول من خلال حساب في الجول على تويتر، بيقولوا ان كيروش ينوي استدعاء 6 محترفين لمباراتي السنغال في تصفيات المونديال. طب احنا النهارده بنتكلم في 8 مارس، المباراه الاولى يوم 25 مارس والمباراه الثانيه يوم 29 مارس. اذا المده الزمنيه او الفتره الزمنيه اللي بتبعت فيها خطاب رسمي للاتحادات الاوروبيه عشان تستدعي اللعيبه المحترفين بدات منذ حوالي 3 ايام، فبالتالي لازم تكون محدد المحترفين اللي انت هتضمهم خلال الفتره اللي جايه. كان في كلام طلع ان في 10 محترفين، لكن لما قريت الاسامي لقيت اسم احمد حجازي. هل الجهاز الفني بقياده كارلوس ساكيروش حط حجازي تحسبا يمكن خلال الاسبوعين الجايين يكون في التاهيل يلحق المباراه الثانيه؟ اعتقد صعب. لكن خبر في الجول النهارده ركز على 6 من المحترفين. مين هم الـ6؟ بالطبع محمد صلاح رقم 1، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش، واحمد حسن كوكا. تحديدا من الـ6 عايز اتكلم على 2، محمود حسن تريزيجيه واحمد حسن كوكا. تريزيجيه خطوه مميزه خدها ان هو انتقل الى الدوري التركي على سبيل الاعاره من استون فيلا، ظاهر بشكل مميز جدا، بيقدم مباريات كبيره. امبارح كان متالق في مباريات فريقه التركي، وده هينعكس ايجابا بالتاكيد على منتخبنا الوطني في مباراتي السنغال. اللاعب الاخر احمد حسن كوكا. كوكا على مستوى وعلى مشواره مع منتخبنا الوطني الناس دايما مش متذكره اي حاجه كويسه لكوكا، لكن احمد حسن كوكا دايما عنده تحدي ان يكون موجود في المنتخب الوطني، ومتالق بشكل كبير جدا خارج مصر في الدوريات الاوروبيه هناك، وعامل ارقام مميزه لدرجه انه تخطى حتى 100 هدف خلال الفتره السابقه. فبالتالي في اهتمام كبير جدا من كارلوس ساكيروش، وبالتاكيد مدرب برتغالي شاف كوكا قبل كده في مباريات الدوري البرتغالي، وانتقل طبعا كوكا لاكثر من دوري في الفتره الاخيره. فبالتاكيد من اللعيبه اللي ممكن يكون عارفها، لكن الفتره الاخيره تالق كوكا مع تريزيجيه هيكونوا من العناصر الاساسيه اللي ممكن الجهاز الفني يعتمد عليهم، بالاضافه لمصطفى محمد اللي في التشكيله الاساسيه مع عمر مرموش ومحمد صلاح ومحمد النني. ويا رب باذن الله، هي المواجهه صعبه جدا، لكن بالعمل والتركيز كل شيء ممكن، مفيش حاجه صعبه، اشتغل وركز وربنا ان شاء الله هيكرم منتخبنا ويتاهل الى كاس العالم. ده الحلم اللي كلنا بلا استثناء بنشتغل عليه، اهلي زمالك اسماعيلي كلنا بنشتغل عشان منتخبنا الوطني. طيب المصري الرياضي نشر تصريحات للكابتن وليد صلاح الدين اللي بيتكلم فيها لان كارلوس ساكيروش بيراقب 9 لعيبه في مباراه الاهلي وبيراميدز. المواجهه دي هتكون صعبه للغايه النهارده، لكن هتحسم قرار كيروش بشان بعض النجوم. مين هم؟ مثلا من الاهلي بنتكلم على محمد هاني واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه، وكمان بينتظر كيروش تطور اداء الشناوي. لكن تطور اداء الشناوي، هو كما الشناوي من العناصر الاساسيه وكيروش عارف مستواه، حتى لو رجع ودخل فيه هدف او 2 او راجع من الاصابه ولسه ما استعادش الفورمه الفنيه والبدنيه، هو الجهاز الفني بيثق في امكانيات الشناوي ومؤكد مفيش تغيير في مركز حراسه المرمى، هيتم انضمام محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمود جاد بشكل اساسي ومحمد صبحي كمان لمباراتي السنغال، مش هيكون في حارس جديد على الاربعه. لكن كمان مين اللعيبه اللي هيراقبها كيروش من فريق بيراميدز؟ بنتكلم عن محمد حمدي، عمر جابر، احمد فتحي مش عارف هل ممكن ينضم ولا لا، احمد ونبيل عماد دونجا،
رمضان صبحي وابراهيم عادل. ده العدد اللي ممكن النهارده كارلوس كيروش يكون تركيزه عليه ويشوف مين اللي هيكون موجود الفتره الجايه معاه زي ما كان معاه في كاس الامم، ومين ممكن يفرض نفسه كعنصر جديد، ابرزهم بالطبع محمد هاني واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه، خاصه ان امبارح كان في زياره مهمه جدا من الكابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني مع اثنين من الجهاز المعاون، زاروا تدريب الاهلي، اجتمعوا مع بيتسو موسيماني، وكان في جلسه خاصه للكابتن ضياء السيد مع محمد هاني واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه. فرصه مهمه جدا قبل اعلان القائمه خلال الايام القليله القادمه، لان الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير جدا لاي لاعب، خاصه لما يكون حلم التاهل لحدث كبير زي كاس العالم. طيب نروح كمان لحساب كورة بلس، وخبر مؤسف وأحزننا جميعا، ولاعب سيء الحظ بصراحة عمرو جمال. عمرو جمال من اللعيبة يمكن أنا شفتها وهي لسه بتبدأ مشوارها داخل النادي الأهلي في السنوات السابقة، وعمرو من اللعيبة اللي عنده تحدي كبير جدا، لكن سوء الحظ بيواجهه بشكل كبير. الإصابة دي إصابة الصليب بتتكرر معاه للمرة الثانية. طبعا كلنا شفنا اللقطة اللي كانت بالأمس في مباراة الإسماعيلي وفاركو، ودي صورة عمرو بعد ما خرج، وحتى امبارح اللقطه في الملعب الاسماعيليه كلنا كان عندنا شك ان ممكن تكون صليبي، لان عمرو مسك الركبه وهو طبعا جاله صليبي قبل كده فبيبقى عارف اصابه الصليبي بتبقى عامله ازاي. النهارده بعد اجراء الاشعه تاكد بشكل رسمي ان عمرو جمال هيغيب حوالي من 8 الى 9 شهور بسبب اصابه الرباط الصليبي. الف مليون سلامه عليك يا عمرو، انت ظهورك في مباراه الاهلي كلنا بما انك انت لعبت في الاهلي، حتى لو لعبت بجديه لعبت بشكل خشن، احنا بنبقى سعداء ان اللعيب اللي اتربى في الاهلي لما يجي لاعب الاهلي يؤدي كل ما عنده، ده بيسعدنا وده بيسعد جمهور الاهلي، لان اللي اتربى جوه الاهلي بيعرف ان ازاي بيلعب بشرف بامانه، فهو لعب مباراه كبيره مع فاركو قدام النادي الاهلي، لكن سوء الحظ لازمه في الفتره الاخيره وتعرض للاصابه في مباراه الاسماعيلي وفاركو بالامس، وان شاء الله هيرجع اقوى من الاول، لان الاصابات اللي زي دي عايزه تحدي كبير جدا. وانا مش فاهم ليه دايما بحس ان رباط الصليبي اصاباته كتير قوي في الدوري المصري، مش بتكلم على لعيبه الاهلي بس، لا المعدل بتاع اصابات الصليبي في مصر اكتر من اي دوري اخر. هل الملاعب، هل التدريبات، هل القياسات العضليه؟ اتمنى يكون في خبير او دكتور متخصص في العظام يشرح لنا الجزئيه دي خلال الفتره الجايه، عشان نعرف ليه دايما اللاعب المصري بيتعرض اكتر لاصابه الصليبي. طب عمرو جمال من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام النهارده كتب كلمتين مهمين جدا سواء لمتابعينه او لكل جمهوره. قال الحمد لله على كل شيء، لسه عارف ان عندي صليبي، قدر الله ما شاء فعل. الواحد بيلعب كوره ومعرض لاي حاجه من دي، انا من اكتر الناس اللي بتتعب وبراعي ربنا في شغلي، يمكن شويه حظ منع حاجات كتير، لكن عندي ثقه في ربنا كبير ان شاء الله. في حاجات بتحصل بره الملعب صعب حد يستحملها، بس عديت منها واحسن، يمكن الاصابه بتعطل لكن انا هرجع احسن 100 مره، وعايز بس الناس اللي بتحبني دعواتكم، ربنا يهون كل شيء، ربنا يهون عليك وترجع بسرعه يا عمرو، وان شاء الله الفتره الجايه تكون اضافه لانديه الدوري المصري وتحديدا فريق فاركو، لانك من اللعيبه اللي تربت وبدات مشوارها داخل النادي الاهلي. طيب نروح للترند العالمي، وطالما فتحنا الترند العالمي لازم نبدا بنجمنا المصري محمد صلاح. حساب انفيلد ووتش النهارده في تصريحات مهمه جدا لجوردون هاندرسون بيتكلم فيها عن محمد صلاح، قال لقد كان استثنائيا لعدد من المواسم، الأرقام التي حصل عليها، الأهداف التي سجلها تساعد الفريق دائما، ومعدل عمله مع الفريق وقيادته داخل المجموعة إنه مؤثر بشكل كبير في ليفربول. تصريحات مهمة جدا من نجم كبير زي جوردون هندرسون بيتكلم فيها عن نجم كبير، النجم المصري محمد صلاح من أفضل 3 لعيبة في العالم وتأثيره الكبير جدا مع فريق ليفربول. يا جماعة اللي بيتابع الكرة الأوروبية من سنوات قليلة، ليفربول ده من أعظم وأكبر الأندية الأوروبية، ممكن تاريخه في عدد البطولات في السنوات الأخيرة مش بنفس اسم باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن ليفربول ومانشستر يونايتد من الأسامي الأندية اللي بدأت وصنعت الكرة الإنجليزية زي الأهلي والزمالك في مصر. فوجود صلاح في ليفربول، لو حد بيتابع الكرة الإنجليزية من 10 سنين ما كانش يتخيل ممكن يكون عندنا لاعب بيلعب فريق ليفربول وعامل كل الانجازات دي، وكل النجوم سواء الحاليه او السابقه بتتكلم عنه. انا امبارح قريت تصريح لمايكل اوين وهو بيتكلم على محمد صلاح، بيقول لك حتى الاطفال بيسالوني على صلاح مش فاكرين ان انا كنت بلعب كوره. فشوفوا المدى العظمه اللي ممكن يكون فيها الكره المصريه او لاعب مصري مهم بيلعب في الدوريات الاوروبيه او تحديدا في الدوري الانجليزي. طيب حساب المصري الرياضي بيتكلم ايضا كمان النهارده على محمد صلاح، وحساب المصري الرياضي على تويتر بيقول ان ممكن
ان يورجن كلوب مدرب ليفربول يعمل مفاجاه في تشكيل فريقه امام انتر ميلان اليوم. مفاجاه كلوب هو عدم الدفع بمحمد صلاح او ساديو ماني. طبعا كلوب في مباراه الذهاب دفع بالثلاثي صلاح وماني وفيرمينيو في خط هجوم الريدز، ودياز شارك كبديل، لكن كلوب ممكن يدفع بدياز وجوتا بجانب صلاح او ماني. يمكن هي الفكره، ممكن يكونوا متاكدين من التاهل للدور القادم فعايز يريح اللعيبه عشان المباريات القادمه. لكن انتر ميلان من الفرق الكبيره، ما تضمنش طبعا النتيجه ممكن تبقى ايه، فاتمنى ان يكون في النهارده مشاركه لمحمد صلاح، على الاقل كمان يكون موجود في الماتشات قبل ما ينضم لمعسكر منتخبنا ويكون جاهز للمرحله اللي جايه. طيب سبورت 360 مصريه بتتكلم على تريزيجيه اون فاير. طيب حساب 360 بيتكلم على ان محمود حسن تريزيجيه سجل الهدف الاول لبشاكشهير في مرمى بشكتاش في الدوري التركي، 4 مباريات 4 أهداف 1 أسيست. زي ما كنت بتكلم على تريزيجيه السنه دي، الخطوه اللي عملها بالانتقال من استون فيلا للدوري التركي خطوه رائعه جدا، رجله تمشي في الملعب شويه، 6 شهور يخلصوا يرجع استون فيلا وهيكون في التشكيله الاساسيه بعد اصابه الصليبي. وتريزيجيه من اللعيبه المظلومه جدا، مش واخده حقها سواء في الاعلام او حتى على المستوى الجماهيري، لكن كل الدعم والثقه لتريزيجيه مع صلاح ومع النني ومع مرموش وكل المحترفين في الفتره اللي جايه. طيب المشاركات واخر فقره معايا النهارده في برنامج التريند، والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز ومين يسجل الاهداف. امينه بتقول فوز الاهلي 2-1 ان شاء الله، لكن ما قالتش مين هيسجل الاهداف. احمد امين بيقول من وجهه نظره هتبقى مباراه كبيره والفوز هيكون من نصيب الاهلي ان شاء الله، 3-1 للاهلي، والاهداف هيكون لشريف قفشه احمد عبد القادر. طيب في تفاؤل بالنتيجه والاداء وحتى الاهداف، ومحمد شريف بيحرز اهداف في المكنه طلعت قماش، وان شاء الله النهارده يستمر على هذا الشكل. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا باذن الله نلتقي في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.